كذا منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادوا لنا السكر، زادوا العدس، زادوا المعيشة كاع، السكنة كاين. يا خويا قال لي ماشي قادر تقول لي يا روحي. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. في هذه الأمسية مشاهدينا الكرام نتابع من خلاله تغطية هذا الحراك بل الانتفاضة التي أطلقها الشباب البطال من ولاية ورقلة والتي ما فتئت منذ ذلك الحين تتسع لتشمل ولايات أخرى كالوادي الأغواط البيض وآخرها كان بولاية غردايا التي شهدت بداية هذا الأسبوع تنظيم اعتصام سلمي تنديدا بيوم الزربية الذي تقيمه السلطات تحت شعار الترويج للسياحة بينما يعتبره المتظاهرون مدخلا للفساد والنهب. يصر الشباب إذن على سلمية اعتصاماتهم ومظاهراتهم ويصر النظام على قمعها والبطش بها. يعلم الشباب العزل أن السلمية هي الخيار الأوحد في مواجهة نظام إن كان يقوى بالسلاح فهو أضعف ما يكون أمام صور الكاميرات الكفيلة بفضح ممارساته. ويعلم النظام من جانبه أنه إن خلى بين هؤلاء الشباب وبين الشعب فإن رقعة الانتفاضة ستتوسع لا محالة لتملأ أرجاء القطر بكامله. وصلنا منذ قليل بيان صادر عن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بغردايا يندد فيه بالقمع والاعتقالات التي تعرض لها المتظاهرون. أحببت مشاهدينا الكرام أن أقرأ عليكم بعض ما جاء فيه. في الساعة 11 صباحا من يوم الخميس 28 مارس 2013 أفرج عن عدد من موقوفي احتجاجات غردايا وكان عددهم 10 من أصل 18 موقوفا هم في حالة صحية متدهورة جدا جراء الضرب المبرح الذي لقوه من طرف قوات القمع البوليسية منذ لحظات الأولى وطول مدة اعتقالهم وحتى الإفراج عنهم. ما يترجم حسب البيان أن احتجازهم كان مبنيا على عملية انتقامية حيث انهالت الشرطة عليهم داخل المركز بالضرب المبرح والشتم والسب وأوصاف مهينة بكرامتهم تنم حسب البيان ذاته على حقد دفين وعنصرية مفضوحة ومعلنة. ويتابع البيان: بعد التحقيق الأولي تم تلفيق التهم كما يلي: المفرج عنهم تحت الرقابة القضائية وهم 10 أشخاص اتهموا بالاعتداء والتجمهر والاعتراض على تنفيذ أعمال أمرت ورخصت بها السلطة العمومية بالإضافة إلى جنحة تخريب أملاك الغير وجنحة إهانة هيئة نظامية وغيرها من التهم المفبركة حسب البيان. كما لم يتم الإفراج عن 7 أشخاص من بينهم السيد سوف غالم قاسم عضو المكتب الوطني للمرصد الجزائري للدفاع عن حقوق الإنسان والدكتور فخار كمال الدين الذي أودع السجن بتهم خطيرة وبدون إجراء أي تحقيق قضائي إمعانا في الانتقام منه حسب البيان حيث أرجع يوم محاكمته إلى يوم 9 أفريل المقبل. وفي الأخير يضيف البيان: نرفع صوتنا عاليا إلى كل الغيورين والمناضلين وكل المنظمات الحقوقية والوطنية منها والدولية لاستنكار هذا التعامل الذي وصفه البيان بالهمجي والعمل كما دعا البيان إلى العمل سوية لنصرة الحق ورفع الظلم في ظل هذا الاحتقان الذي يعيشه المواطن الجزائري والعمل من أجل إطلاق سراح الموقوفين وعلى رأسهم الدكتور فخار كمال الدين بالإضافة إلى السيد سوف غالم قاسم. انتهى نص البيان. لابد أيضا في هذا السياق مشاهدينا الكرام من الإشارة أيضا إلى حدث آخر جرى بداية هذا الأسبوع ويتعلق الأمر بمنع النظام لأعضاء البعثات الجزائرية الممثلة عن نقابات أو الممثلة عن نقابات مستقلة ومنظمات لأهل المفقودين وناشطين حقوقيين ومناضلين آخرين. تم منعهم من طرف هذا النظام من عبور الحدود الجزائرية التونسية الذي كانوا يعزمون في عبورها للذهاب للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد أو المزمع عقده في تونس وهو الإجراء الذي انتقدته ونددت به العشرات من المنظمات الدولية والوطنية من بينها منظمة أمنستي انترناشونال التي اعتبرت أن النظام تجاهل التزاماته المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وانتهك بهذا الإجراء إعلان الأمم المتحدة الذي وقع عنه بشأن حقوق الإنسان التي تحمي حقهم الإنساني
على الصعيد الدولي وكذا الوطني. فهل هذا القمع مشاهدينا الذي تعرض له المتظاهرون بغردايا بداية هذا الأسبوع، هل هو إنذار عن دبيب الرعب في هذا النظام الذي بات حسب الملاحظين يخشى من امتداد الانتفاضة إلى ولايات أخرى؟ مشاهدينا الكرام، نستقبل تعليقاتكم ومداخلاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ولكن قبل ذلك ندعكم مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم إذن مجددا في حصتكم، حصة الجزائر تسمعك، التي نواصل من خلالها هذه الأمسية تغطية هذا الحراك أو الانتفاضة التي أطلقها شباب البطال من ولاية ورقلة، والتي ما فتئت منذ ذلك الحين تتسع لتشمل ولايات أخرى كالوادي والأغواط والبيض وآخرها غردايا. فأمام تزايد هذا القمع، قمع النظام وبطشه الذي كان من آخر مظاهره حملة الاعتقالات للناشطين بولاية غردايا وولاية أخرى، دون أن ننسى أيضا إجراء منع النظام لأعضاء البعثات الجزائرية الممثلة عن نقابات مستقلة ومنظمات لأهل المفقودين وناشطين حقوقيين تم منعهم من عبور الحدود الجزائرية التونسية للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي للمنعقد في تونس، فهل تنامي هذا القمع مؤخرا مشاهدينا الكرام هل هو دلالة على دبيب الرعب في هذا النظام الذي بات حسب الملاحظين يخشى من امتداد الانتفاضة إلى ولاية أخرى؟ الجزائر تسمعك لهذه الأمسية يا إخواني أخواتي، تسعد بسماع تعليقاتكم ومداخلاتكم، وذلك بالاتصال بنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. يبدو أنه معي أول اتصال وهو سي محمد من غردايا. سي محمد، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد. بون ليسونسيال على القناة، التيتر تاعكم ولا السؤال تاعكم أو يجيب السؤال بحد ذاته، يعني هذا القمع اللي يدير السلطة على المتظاهرين اللي طالبوا على حقوقهم، يعني نوع من الخوف ولا هذاك الارتباك اللي صاب السلطة، يعني هذاك على الطريقة السلمية والحضارية اللي كانت طالبين حقوق الشباب الجزائري في الجنوب. المهم نقول للشباب هذو ان شاء الله احنا نزيدوا، ماذا بينا ماشي غير في الجنوب ان شاء الله كم الولايات، وما نخافوش على السلطه هذه واللي صرا في غردايا هذه، يعني السلطه اللي دارت تدس الدسائس هذوك، يعني تشعل فتنه بين الشباب الجزائري. وثاني هذا يعني باش يقولوا باللي الشعب اللي ماشي مليح، ماشي السلطه اللي ماهيش مليحه، وحنا بدنا حتى يسكت النظام هذايا، باسكو من 99 ما شفنا والو غير الفساد الرشوه والمحسوبيه. وهذه الثاني هذوك اللي راحوا لتونس ويشدوهم في الحدود، يعني دليل واضح، يعني الواضح لخوف السلطه من هذه التجمعات وهذه المسيرات السلميه للشباب الجزائري، يعني 75% من الشباب الجزائري كم مضطهد، كم ما عنده حتى حقوق، ما عنده حتى يعني، وكان تقيم
نقيموا يعني نديروا تقييم بسيط على الحقبه اللي تعبت في الإقامة من 99 حتى لدركا، يعني واش فيه غير الفساد، فيه الرشوه والمشروبيه كما قلت، يعني وتدهور فظيع بالحركه النقابيه والحركه الاحتجاجيه، يعني واش نقول يعني حقوق الانسان و سي محمد يعني تدهور كبير، يعني نادوا الشباب الجزائري ان شاء الله ونعيدوا ونزيدوا. سي محمد خليني نطرح لك سؤال. سي محمد الجزائري ينوض ان شاء الله بمسيره سلميه حتى ينوض يغير هذا النظام. خليني نطرح لك سؤال محمد. نذكر محمد الاحزاب السياسيه بها التظاهرات، يعني ما بان حتى حزب، ما هضر حتى حزب، يعني ونشوفوا ثاني وزاح النون هذيك حتى ولات يعني تهاجم الشباب وتهاجم الجنوب وتصفهم باوصاف يعني تحب يعني الشباب الجزائري يحب الفساد البلاد، وحنا ما نحبوش البلاد، حنا الجزائر حنا اشرف يعني اشرف من الحزب تاعك وانت ثاني. سي يعني محمد خليني نطرح عليك سؤال. هل تسمعوني سي محمد؟ هل تسمعني؟ تسمعني؟ نعم وي نسمعك. خليني نطرح عليك سؤال. انت من غردايا، نستفيد باعتبارك انت من غردايا، مواطن تعيش في غردايا. سي محمد هل شاركت في هذه الاحتجاجات؟ كنت طرف في هذه الاحتجاجات مع المعتصمين؟ لا للاسف الشديد، يعني انا من غردايا يعني مقيم بصفه دائمه يعني في بطنا على كل حال. يعني ولا يعني في اتصال الشباب ان شاء الله في الجنوب في غردايه على اتصال، والحركه يعني الشعب على فوهه بركان ان شاء الله، ان شاء الله بربي النظام هذا يسقط بالشباب هذا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سي محمد من غردايه. ينضم الي سي عبد القادر من غردايه ايضا. سي عبد القادر مرحبا بك. مرحبا بك سي عبد القادر. ممكن فقط ترفع الصوت سي عبد القادر حتى نسمعك جيدا. نعم السلام عليكم. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد القادر من غردايا. مرحبا بك سي عبد القادر، تفضل. ممكن مشاركة؟ تفضل، نحن كلنا آذان صاغية، تفضل. الو. يبدو أن سي عبد القادر لم يسمعنا جيدا من غردايا. سي عبد القادر نحن نسمعك جيدا، إلى إذا أردت البداية في البدء في المداخلة فنحن نسمعك، تفضل. نعم ألو سي عبد القادر تفضل، إليك الخط. مشارك وبك ما حصل أمس في غردايا. ألو يبدو أن السيد عبد القادر لا يسمعنا. أنتقل إلى السي رابح من قسنطينة. السي رابح مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام سي رابح، أهلا وسهلا مرحبا بك. السي رابح لا أسمعك جيدا. السلام عليكم. مشاركة أخويا. مرحبا بك سي رابح، تفضل نسمعك. فقط لو امكن تقنين ان يقطعوا الصوت فقط. نعم تفضل سي رابح تفضل. انا شوف في قلبي شوف التقنيه بحث مخيفه جدا الشباب يحل اسمه تركح البلاد اخي سي رابح للأسف الصوت رديء نوعا ما، لا نسمعك جيدا، أنا آسف جدا. أنتقل إلى سي زهير من قسنطينة. سي زهير مرحبا بك. مشارك أخي عبد الله. أهلا وسهلا، معك محمد من قناة رشاد، تفضل. مشارك محمد
ثم ما انا ماشي الطريق ما كنتش على بالي واش هو الموضوع ما على باليش اذا كان ساود عبد الله. معليش ما فيها باس ما فيها باس. تفضل سي زهير. الحمد لله. محمد قول لي واش الموضوع؟ معليش نذكرك بالموضوع. الموضوع وكالتالي، في خضم هذا القمع الذي هو متزايد هذه الأيام، نحن نلاحظ ذلك في إطار حملة الاعتقالات التي تشهدها المناضلين والحقوقيون، خاصة الحملة التي تشهدها بداية هذا الأسبوع ولاية غردايا باعتقال عدد من الحقوقيين منهم السيد كمال الدين فخار وآخرون، إضافة إلى الحال البعثة الجزائرية الممثلة لعدة نقابات وكذلك ناشطين حقوقيون و عائلات للمفقودين تم منعها في الحدود، تم منعها من عبور الحدود للمشاركة في المنتدى العالمي الاجتماعي الذي كان من المزعم عقده في تونس. في إطار هذا القمع هذا، هل هو دلالة على أنه هذا النظام بدأ حقيقة يخشى من أن تتسع رقعة هذه الاحتجاجات التي إلى حد الآن محصورة في ولايات معدودة من ولاية الوطن؟ نعم يا أخي عبد الله، نعم بارك الله فيك يا أخي محمد، بارك الله فيك. نحييو بالمناسبة الحقوقيين هذو، نقول لهم ما تفشلوش، رمينا نحن بربي إن شاء الله رانا ولو كان بعد عليكم بصح رانا معاكم، ونقول لكم ما تفشلوش ولازم تنضبوا الشبيبة هذه يا أخي محمد، لأنهم كيخطيو هاد الحقوقيين هذو، يعني شوفوا مع ربي وشوفوا معاهم يا أخي. لما يجي يا اخي وزيد بالمناسبه يا اخي محمد اسمح لي لو كان زيد نفكرك شويه، هذاك طفل الاسلام هذاك اللي راه على جال الرياضه البحريه على جال، شوف واش اللي صرا، شوف حاكمين في المروك يا اخي محمد بالله عليك، واحد ما هضر عليه والله بابا يسر عنده يومين ولا ثلاث ايام ويقول في حاله لا يرضى ليها، واش رايك يا اخي محمد؟ نعم هذا واش قلت فيها، يعني هذا الطفل يدير 14 سنة ولا 12 سنة. نعم يعني حاكمينو راح يمثل الألوان الجزائرية، أين النظام يا أخي محمد؟ أي شي واحد كيما شفتي بخليلية مثلا يقول لك بالك راح يبري واحد، لأنه عادي يدخل نورمال ويخرج نورمال، وحنا نجيو الحقوقيين كيما مثلا طارق العباس وكمال الدين فخار وام امين، هذو الناس هذو يا اخي يطالبوا في حاجه واحده، ماهوش قاعد يطالب يقول له اعطيني السكنه ولا اعطيني السياره ولا اخر طيران. يا اخي محمد هذه هي البلاد تاعنا يا اخي محمد، حتى ما نطولش عليكم، السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا لك سي زهير من قسنطينه. ينتقل او ينضم الي السي عبد الله من غردايه. سي عبد الله مرحبا بك. الو السلام عليكم سي عبد الله. نعم. تفضل انت على المباشر. ها يبدو ان سي عبد الله لا يسمعني جيدا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي عبد الله، تفضل انت على المباشر نسمعك. عبد القادر من غردايه. تفضل اخي نسمعك. قبل ما نتكلم على الاسره البارح في غردايه، هو هذاك المواطنين اللي خرجوا باغي يبينوا الاموال اللي تنقص على جامعه الزربيه 14 مليار ولا 15 مليار، والشعب مسكين يطالب على العمل، والشعب مسكين يطالب على السكن، عيب وعار الدوله تفعل هذا المعرض الزربيه. والامس كما لاحظنا اخواننا القباضيه اخواننا الملكيه كلهم بيت واحد. نعم. ولكن ما رانا الامس عيب وعار، عيب وعار، عيب وعار. نعم، واصل سيدي نسمعك، واصل. يبدو ان الاتصال، نعم واصل سيدي، واصل سي عبد الله، واصل. الو. يبدو أن السي عبد الله لا يسمعني. أنتقل إلى السيد عبد الله بن نعوم من ولاية غليزان. سي عبد الله بن نعوم مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سي عبد الله، أهلا بك معنا. فقط لو أمكن سي عبد الله أن ترفع من الصوت فقط قليلا حتى أستطيع من سماعك. والله إن شاء الله.
بالنسبة من موضوع الحصة، على كل حال فعلا الآن بدأ يتأكد أن النظام أصبح يخشى السلمية ويريد أن يحسن الوضع. أولا قبل كل شيء، أولا نحن نندد وأعوذ في حركة رشاد من الداخل أنه اعتقال دكتور أحمد الدين فخار والأخ بالقسم ومن معه من الرجال الأحرار هو جريمة بحد ذاتها، وليس ما فعلوه هو الجريمة. ولذلك نندد وندعو السلطات والعدالة أن تكون أن تمارس ضررها الحقيقي بحماية الحقوقيين والنشطاء لا بترهيبهم وقرعهم. ولذلك لما نتحدث عن الممارسات الأخيرة التي أصبحت تؤدي تضع الحراك السلمي الشبابي في موضع ربما في تهمة العنف، نحن نقول أن ورقلة والأغواط هي حجة على النظام وليست حجة له، بل هي حجة للمتظاهرين والشباب السلمي وأصحاب الحراك. إذا سي عبد الله، سي عبد الله خليني اطرح لك سؤال ثاني عبد الله حتى استفيد من وجودك معي في الحصه لهذا اليوم. انت عبد الله اذكر اولا المشاهدين الكرام انه الاخ عبد الله هو واحد من اعضاء حركه رشاد وهو عضو المجلس الوطني لحركه رشاد. سي عبد الله انت كنا قد غطينا في نشراتنا الاخباريه للجزائر اليوم في امس ويوم اول امس ايضا منذ بدايه الاسبوع بعض الاحتجاجات التي قام بها الشباب لمساندة ذلك المناضل الذي وضع راية تحمل عبارة التوحيد على بيته وتم بمقتضاها، لا نعلم بأي تهمة بالتحديد، تم بمقتضاها سجنه. وأنت كنت نقلت مع العديد من المناضلين والحقوقيين لمساندته بالاعتصام أمام المحكمة مساندة له. هل يمكننا سي عبد الله أن تضعنا في أولا في صورة ما حدث بالفعل، لأننا سمعنا أنه كان في قمع شديد ووحشي جدا وأنت شخصك كنت تعرضت إلى ضرب مبرح ذلك اليوم، هل ممكن أن تضعنا في على الأقل في صورة ما حدث بالتدقيق يعني؟ نعم أخي، هو الذي حدث أنه كان اليوم قبل أمس محاكمة الحسين بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية فقط لأنه رفع راية لا إله إلا الله. أيوة. لا ندري كيف كويفت هذه القضية من ناحية القانونية. الأمر يعني لا يكاد أن نصفه بالقانون، ولذلك كان خروجنا الاحتجاج في هذا الإطار هو خروج سلمي، احتجاج من طرف المشرع على مستوى العاصمة وبيئة عدد من الشباب من ولايات الوطن رغم قلتهم، لكن هذا يؤكد ان القضيه قضيه وطنيه من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها. ما صادفنا ولم نكن نتوقعه فعلا ان القمع وعمليات النقد على النشطاء اصبحت تاخذ منحى خطير جدا. عنفنا وسحلنا في الارض، سحلنا ارضا، انا شخصيا سحلت على الارض قبل يعني وضعي في سياره الشرطه. ثم قبل ما كان الركل والصبع يعني واللكمات على وجهي يعني باديه، وهناك جراح تؤكد ذلك، ضرب على الكلى يعني. هذا ربما الوجه الاول لعمليه القمع. ابناء ما اخذنا الى مخبر الشرطه في الشندي، الذي حدث هو هناك عنف اخر وتهديد اخر داخل المخبر. شخصيا اخذت الى مكتب خاص داخل المركز في الشندي، ووجهت لي يعني تهديد بالقتل، يعني قال للضابط هكذا: لو عندي امر وقطع راسك. ولذلك عاودها لنا سي عبد الله، هذه ما سمعناهاش مليح، عاودها لنا سي عبد الله، عاودها لنا. يريد فين عبد الله؟ سي عبد الله هل تسمعوني؟
النظام في حد ذاته هم الجهات. استاذ عبد الله هل تسمعني؟ انا اتوجه الان الى الشباب، الى الشباب، اقول انه علينا بكيف نتعلم كيف نخرج السلميه وتحقيق لا عنف، ولذلك مهما فعل بنا مهما كانت التهديدات فلن نحمل حتى حجاره، فلن نحمل حتى يعني ولا شيء يؤكد او يدل على اننا نريد ان نمارس العنف. منهم الرصاص، منهم القتل، ومن لحم الدماء. ان الصبر وسنصل الى ما نريد باذن الله، وهو تغيير هذا النظام بالطرق السلميه اللاعنفيه مهما فعل بنا. ولذلك الذي اصبح باديا للعيان ان احتجاجات ان وقفه ورقله ووقفه الاغواط هي حجه لنا باننا شباب، باننا الرجال الذين خرجوا في هذه الاحتجاجات او التعبير، لاننا نريد ان نسترجع الساحه الشعبيه، ساحه التعبير اللي هو ما عندناش منبر اخر نعبر فيه. ولذلك على النظام ان يدرك بان خطواتنا هادئه متزنه، لن نستجيب لردود افعال من طرف هذه العصابات التي الان يعني تقدم لنا التهديد والوعيد. نحن لن نكون في رد فعل بالعنف مما مثل ما نتلقاه. ولذلك بصفتي يعني عضو في حركه رشاد اؤكد على الشباب، نعم واصل واصل سي عبد الله واصل، اؤكد على الشباب ان يلتزموا السلميه حتى تحقيق المطالب سواء كانت اجتماعيه او سياسيه، لان هذا النظام اليوم مع كل يعني بكل اسف نقول انه ابتلى وان رائحته قد فاحت بالداخل والخارج، وانه عند رحيل ارض اردان. ولذلك ما بقي الا على الشباب ان يذهبوا ويهبهم برجل واحد. شكرا. المطالب اذا كانت لا تختلف بينما هي اذا كانت مطالب اجتماعيه او مطالب سياسيه. شكرا جزيلا لك. عاجز عن تقديم بديل مهما فعل. شكرا جزيلا لك سي عبد الله. سي عبد الله اكتفي بهذا القدر، انا مضطر ان اكتفي بهذا القدر لضيق الوقت ولكثره الاتصالات حتى افسح مجال اوسع للمواطنين الجزائريين. كنت معنا سي عبد الله من غليزان، شكرا جزيلا لك. اذا كما تابعنا مشاهدينا الكرام دعوه الى الالتزام بالسلميه باعتبار انها الطريق الاوحد الذي لا يستطيع فيه النظام قمع الجزائريين او المناضلين بحجه انهم استعملوا القوه او السلاح ضد. انتقل الى السي رابح من قسنطينه. السي رابح مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك سي رابح. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، تفضل. وشلونك سي محمد؟ والله الحمد لله. سؤال عليكم سي رابح. في قناه الرشاد هي اما المنوه في عائلات المخطوطين اسكي. هذه المسيره ما شاء دكتور جزائري من شباب عنده حق وعن حق عامتك في بطريقة يقول كانت مليار شديد صايدين مثل ما يقول ويحيى أنا ويحيى في ويحيى. سي رابح للأسف سي رابح الصوت رديء نوعا ما، في تقطع في الهاتف. نعم انتقل الى سي عبد الحفيظ من تلمسان. سي عبد الحفيظ مرحبا بك. سي عبد الحفيظ تسمعوني؟ نعم اسمعك. تفضل سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم اسمعك جيدا. مداخلتي انه نظام انتفاضه الشباب وركلها الى ولايات اخرى هو كان متوقعا ان تنطلق هذه الانتفاضه وذلك للوصول الى الاستجاب عندما يوقع الاستجاب
الشارع. هذا الشارع ونحن بذلك هذا الشباب الواعي لمستقبله، حيث أن الانتفاضة هذه تنتشر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ستعم الجزائر قريبا، وهذا نظرا للتدمر الشعبي ولظهور السرطان. السرطان هذا لا يوجد له حلا، وحله الوحيد هو الإقصاء. والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك سي عبد الحفيظ من تلمسان. ينضم الي الان السيد حاج حمو من غردايه. سي حاج حمو مرحبا بك. مرحبا بكم. اهلا بك سي حاج حمو. انا اذكر فقط المواطنين لانه انا نعرف سي حاج حمو وهو احد المشاركين في هذه المظاهره التي شهدتها ولايه غردايه بدايه الاسبوع الماضي، وكنت اظن واحد من المعتقلين سي حاج حمو. لا ما شكرا، بارك الله فيكم على الاستضافه في قناه رشد. كنت من بين الحاضرين في هذا الاحتفال. أيوة. ولكن الحمد لله ما تمكنت من الهروب من ايدي ايوه يعني لم يتم اعتقالك، لم يتمكنوا من اعتقالك. المصابين في هذا التعدي من طرف الشرطه على المتظاهرين. أيوة. في امام منصه الاحتفال بعيد الضربيه في غردايه. سي حاج حمو خلينا نسالك سؤال تالي حتى ممكن نضع المواطنين في صوره ما حدث بالضبط في غردايه بدايه هذا الاسبوع. هل ممكن ان تصف لي الجو العام الذي ساد هذه الوقفه الاحتجاجيه حتى تضعنا في الصوره تماما؟ نعم، كان الوضع جد هادئ جدا في صباح البكر في اول امس اليوم الذي كان فيه الاعتصام في غردايا. كالعادة هنا في غردايا كنا موالفين ثم نديروا اعتصامات، نديروا مسيرات سلمية في غردايا. الحمد لله ثم تمر بسلام. إلا هذه المظاهرة لم تمر بسلام. بكل هدوء الحمد لله. كان النشطاء هنا في غردايا الحقوقيين على راسهم الدكتور فخر كمال الدين والمناضلين وكل الذين كانوا يشاركون في هذه الاعتصامات من الناس الذين كانوا يطالبون بمسيرات سلميه بدون اي عنف او ثم استفزاز لاخرين او للشرطه. او حتى ذاك اليوم في الاعتصام كنا تقريبا العالم كاع راه شاف هذاك الفيديو اللي حطيناه في اليوتيوب. كان بطريقه سلميه، كان الناس متظاهرين امام المنصه وفوق المنصه، كان واقفين في المنصه. مي ما كاين لا واحد كسر كان شحال ولا رمى كرسي ولا رمى حاجه، حتى اذا بالشرطه تقمع المتظاهرين وتضرب فيهم بالهراوات في وقت اللي ما تقول لهم ولا بدون اي سابق انذار ولا تقول لهم ما هبطوا من المنصه ولا اي انذار، ما تدخل فيهم بالعصي وتضرب فيهم. حتى من بينهم الدكتور فخار كمال الدين اغمي عليه في مكان في نفس المكان وين اقتدى الى مركز الشرطه. ومن بين سفوان المقاسم كذلك من المرصد الجزائري للدفاع عن حقوق الانسان كذلك اصيب على مستوى الراس بعصي الشرطه. نعم، يعني في انت كشاهد عيان الشرطه هي كانت اول من بادر بالقمع والضرب وحولت المظاهره من مظاهره سلميه الى مشادات بين الشرطه وبين المواطنين. نعم. الآن المحتجزون كان عددهم 18 حسب البيان الصادر عن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بغردايا. أفرج عن 10 و8 بقوا داخل السجن، من بينهم دكتور كمال الدين فخار.
انت عندك اخبارات عن الناس اللي داخل السجن الان، كيف حالها، كيف صحتها، كيف تقدم الامور فيما يتعلق بهذه الاتهامات الى اخره؟ نعم، هذه المعلومه تمكنا من الحصول عليها في حدود الثاني عشر ليلا، عرفنا عدد الموقوفين او فيهم او شكون اللي مصاب فيهم او ثم حالته الصحيه حتى امس في الليل. على كان غلق تام على هاد الموقوفين في الشرطه، ومحاولات عديده من الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان او من اهالي الموقوفين للاتصال بدليل ولا يديروا لهم ماكولات ولا ادويه. كاين فيهم ناس كبار وكاين فيهم من يعاني امراض مزمنه عندهم ادويه لازم يستعملوها. غلق بيننا وبين الموقوفين حتى تم الافراج امس على الساعه 12 ليلا على عدد من الموقوفين وهم 10، ولكن كان تم اطلاق سراحهم تحت الرقابه القضائيه وليس افراج ولكن ليست بتهم جزائيه. نعم. وكيف حالة الصحيه الان للناس المعتقلين؟ عندك اخبار عن وضعهم الصحي؟ التي لفت على المناضلين او الموقوفين كانت التهمه الاولى هي تهمه جنح الاعتراض بالاعتداء والتجمهر على تنفيذ اعمال امرت ورخصت بها السلطه العموميه، وهي لما نعرف الاحتفال بعيد التربية الوقت اللي نعرفه في الجزائر حق التظاهر او حق المسيره او حق ثم اعتراض مثل هذه الاعمال حق مشروع. نعم. رايحين يبذلوا اموال الشعب التي رصدت لهذه الاحتفال بالتقريب 19 مليار فونتين، الوقت اللي في غردايا كاين منكوبين درك مازال ما داوش حقهم، منكوبين تاع فيضان 2008، من بينهم واحد منهم انا هو متضرر، عندي ثم روشتانك، عندي ثم تصنيف احمر خمسه المنزل النهار كامل في الفيضان، الى حد الان ما تحصلتش على سكن، ما تحصلتش على تعويض، ومن بينهم الدكتور فخار كمال الدين بين المتضررين في الفيضان، درك مازال ما تحصلش. سي حاج حمو، التعويض نتاعو. سي حاج حمو تسمعني؟ كاين طرقات، اسمح لي، كاين تنميه منعدمه في غردايا. نعم. كاين الشغل، كاين بطالين ماهمش يلقاو خدمه. دونك كاع هاد الحوايج هادو من حق المواطنين يطلبوا بالغاء هاد اللي يسموه هاد الاحتفال بعيد التربيه والانشغال بالتنميه في غردايا وبحقوق المواطنين وانشغالاتهم. كانت التهمه الثانيه جنح تخريب املاك الغير، وهي تخريب هذه المنصه اللي كانوا دايرينها للاحتفال. الوقت اللي شفنا في الفيديو ما كاين حتى تحطيم او تخريب لاي شيء. وكاين تهمه خطيره بعدها هي جنح التمزيق وتدنيس العلم الوطني ومخلفات الاضرار بممتلكات. سي حاج حمو، سي حاج حمو، حتى اتقدم معك ممكن في هذا الموضوع لانه التهم سردناها في البيان. لضيق الوقت سي حاج حمو يعني اعذرني لانه في مواطنين اخرين اتصلوا الان، فقط في سؤال وجيه سي حاج حمو. عندنا من مواطنين يدمسوا العلم نتاعهم، الوقت اللي كان العلم من بين الرايات المرفوعه من طرف المغاربين في هذه الاعتصام. نعم. نعم. شكرا لك سي حاج حمو، اعذرني عذرا يعني للاسف. في المواطنين الاخوه التقنيين يقولوا انه لا تتوقف الهاتف، لا يتوقف عن الرنين حتى افسح مجال اوسع لمشاركه اكبر لاخواننا المواطنين. ينضم الي السي ابو صهيب من عنابه. سي ابو صهيب مرحبا بك. سي ابو صهيب تسمعوني؟ سي ابو صهيب هل تسمعوني؟ اسمع عثمان. اهلا بك سيدي، تفضل.
جابري جابري. ألو نعم من من؟ منو؟ يبدو أنه السي أبو صهيب ليس لا يسمعنا جيدا. أنتقل إلى سي محمد من الجزائر العاصمة. سي محمد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك سيدي، تفضل. أبو صهيب، أبو صهيب من عنابة. مرحبا بك سي أبو صهيب، تفضل. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم إن شاء الله. آمين إن شاء الله أجمعين. أخي محمد قبل المداخلة لدي رجاء إن شاء الله. تفضل. نعم أخي محمد تفضل نسمعه. تفضل. عندي ابني يريد أن يقدم رسالة إن شاء الله ثم أكمل المداخلة إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فإنما تعانيه الجزائر اليوم من اختطافات ومن فساد ومن كل شيء ما هي إلا أمر مطروح منذ عهد الاستقلال. لذلك نصل أنا أوجه رسالة إلى كل جزائري محب لهذه الأرض الطيبة التي صدرت من العلماء والشهداء أن يبحث عن مقدمة، أن يبحث في الإنترنت عن أن يبحث عن المؤامرة على الجزائر وسيجد عدة أشياء تعبه وتصعقه والأماكن. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيدي. بإذن الله تعالى، أما بالنسبة للمداخلة إن شاء الله، هذا لا يتعجب منه الإنسان في هذه الأرض الطيبة، على هذه الأرض التي ضحى من أجلها أجيال من الجزائريين الأحرار. نعم يا أخي، إن هذه الشرذمة الحقيقية، إنها تخاف وتخشى من هذه الأصوات أصوات الحرة، هذه الأصوات التي انطلقت يوم ذاك من ورقلة ثم ذهبت إلى الأغواط ثم ذهبت إلى غردايا، وبإذن الله ألا سيكون هذا امتداد حتى نصل إلى قلب العاصمة إن شاء الله، لكي نبرهن بأن هؤلاء الشباب لهم أفكار تجعلهم يكونهم في الطليعة بإذن الله تعالى. هؤلاء الشباب هم الذين سيأخذون المشعل. يا أخي إذا ذهبنا إلى هذه الممارسات بأنها تنبثق من الفشل، تنبثق من التيه، أصبحت هذه الشرذمة في تيه، أصبحت دوامة لا تستطيع أن تفعل شيء يليق بذاتها، أصبحت كالمجنون. لأن المجنون يا أخي لا يعرف ذاته ولا يعرف عنوانه ولا يعرف شخصيته. نعم يا أخي، إن هؤلاء الشباب جعلوا النظام العكس، جعلوا هذا الفساد وليس النظام، لأن النظام له مواصفات وله خصائص، جعلوا هذه الشرذمة تخاف من نفسها. نعم يا أخي، لأن الشباب الجزائري يبرهن كل يوم بأن له ابتكارات وله تصورات وله مفاهيم تصب في ماذا؟ تصب في الدول التي هي تكون في الطالعة وهي التي تحذى بها الأمم. نعم يا أخي، نحن لا نقل شأنا على الشعوب الأخرى التي انتفضت، هذه الشعوب انتفضت على أي شيء، انتفضت من أجل الكرامة، أن تعيش حرة على هذه الأرض. كل الخيرات هذه ليس من حقي، وهذا شكير وهذا البراق وهذه الشخصيات المزيفة، هذه الأقزام، إنما من حق الشعب الجزائري أن يعيش. أعطاها المولى تبارك وتعالى لهذا الشعب، هذه مقومات الحياة. الشعب له حقوق على هذه الأرض، ليس من صراع أو من صحب أدوار انتهازية وغير ذلك، هذا حقه في الميزانية التي يتغنون بها، هذه الخزانة العمومية هي حق الشعب، وهؤلاء هم خدام الشعب، هؤلاء الذين يتبجحون ويتشنقون. انظر يا أخي، عندما ذهب ذلك السلال إلى تلك القمة العربية لا يعرف يتكلم. سي أبو صهيب، جعل
هؤلاء. نعم سي أبو صهيب، أنا آسف يجب أن أكتفي بهذا القدر حتى نفسح مجال أوسع لإخواننا المواطنين. أنتقل إلى سي الحاج من البليدة. سي الحاج مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك سي الحاج. الله يبارك فيك. شوف على كل حال السلام عليكم. بسم وعليكم الله السلام. والسلام على أشرف المرسلين. أنا نهني أصحاب الجنوب، نهنيهم تهنئة كبيرة، ونرحم على الشهداء اللي تشهدوا في أيام الفراق، منهم العقيد شعباني رحمه الله، الرجل العظيم تاع الصحراء اللي هو بسببه اللي الصحراء ما انفصلتش من الجزائر. وكاين بعض الخباثة منهم لويزة حنون اللي تحاول تتهم أهل الجنوب باللي يعاونوا فيهم الأجانب. يعني سيدي ممكن أنك سيدي سي الحاج ممكن أنك تطرح الفكرة من دون ما نجرم في الأشخاص فقط. نهني أم أمين من هذوك النساء اللي شوف سيدي سي الحاج، إذا أنت هنا في صدد طرح الفكرة والدفاع عنها مرحبا بك وأهلا وسهلا. إذا أنت هنا في صدد يعني تجريح بالأشخاص فهذا شيء لا نقبله، ونحن نأسف إلى نحن مضطرين إلى المرور إلى شخص آخر. لديك الخيار، إما أن تطرح الفكرة وتتوسع فيها وتترك جانبا التشخيص والتجريح في الأشخاص، وإما أن نمر إلى إنسان آخر. نعم تفضل سي الحاج. غادي نقدو الكومبيرات. نعم تفضل راك على المباشر. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا سي خضير. سي خضير من غردايا تفضل. هو ولك تفضل خويا. الو. نعم نحن نسمعك سي خضير تفضل. راك تسمع فيا؟ نعم. خويا بغيت نهضر على القضية تاع غردايا وتاع الجزائر كاع كيما راهي. نعم. شوف أخينا، أنا القضية هذه كي غادي نفسرها لك. شوف الحاجة الأولى ربي سبحانه يقول لك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. دوكا الإنسان هاتوك احنا هذه القضية هذه تاع الفوضى هذه اللي صارت مع المناسبة تاع عيد الغربية. هذه نسميها إهانة. نسميها إهانة. إهانة للتقاليد تاع غربية واللي يسموها. دوك خويا شوف، دوك خويا احنا لازمنا حاجة، لازمنا أول حاجة لازم نحمد ربي. الحمد ربي على النعمه اللي راه فيها تاع الهنا بارابور، يعني بالنسبه لي واش الشيء اللي راه نشوفوه في الدول العربيه الاخرى. وحنا رانا الشعب رانا وراء مليون ونص شهيد. هذا الشيء اللي رانا فيه، هذه الدوله هذه اللي رانا فيها، يعني لو كان ماشي حنا يا الشعب نوقفوا كاع يد في يد ما نجموش نطلعوا من غرقها. وهذه البطالة اللي راهم يهضروا عليها هذه السبة تاعها ماشي لا دولة لا رئيس لا وزير ولا الاخر، السبة تاعها الشعب فنان. يلفوا يخدم يلفوا الخدمة كاينة وكل الوسائل راهي متوفرة ولونساج راه كاين، كل شيء راه كاين. شكرا جزيلا لك سي نعم شكرا جزيلا لك سي خضير من غردايا، كان هذا رأيك. أنتقل إلى السيد فؤاد من باتنا. سي فؤاد مرحبا بك. احنا ماذا بينا نكونوا إيجابيين. سي فؤاد تسمعوني من باتنا؟ مرحبا بك سي فؤاد، أهلا وسهلا. تسمعني جيدا؟ نسمعك جيدا سي فؤاد، أهلا بك. أهلا وسهلا. على كل حال قضيتكم التغيير يأتي من شباب جنوب. أنا أريد أن أعلق على هذا العنوان، التغيير يأتي عندما يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالكأس في الجزائر ممتلئ، وعندما يأذن به الله سيأتي، لا ندري من أين سيأتي، فالله وحده هو الذي يعلم من أين سيأتي. نعم هذا رأيي في موضوعكم.
أما في خصوص قضيتي أنا تكلمت أكثر مما تكلمت المرة السابقة في عجالة وسأتكلم اليوم أيضا في عجالة حول قضيتي في شركة سوناتراك. سي فؤاد استسمحك سي فؤاد. نعم نحن مضطرين ان نبقى في موضوع اليوم، ممكن ان شاء الله اذا جات فرصه للكلام في مواضيع اخرى تناسب موضوعك سوف نفسح لك المجال. نعم طيب خليني نشارك في القضيه ثاني يوم في الموضوع ثاني. يلا تفضل سي فؤاد. اقول فيما يخص التغيير، يعني التغيير في الجزائر نحن نعيش اليوم، يعني لست ادري ما الذي اصاب هذا الشعب. نحن نعيش اليوم حالة من 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 الغليان، والشعب يعيش حالة من القهر، غير أن التغيير سبقنا في بلدان عربية لأننا سبقناه إلى التغيير لكننا لم ننجح عندما لجأ الشعب الجزائري إلى العنف، وهذا ما يجب علينا منه أن نستخلص الدرس، لأن العنف لم يأتي بنتيجة. نحن ندعو دائما إلى الثورة الشعبية السلمية، ولا بد للجزائر من ثورة، ولا بد من التغيير عن طريق الثورة. نعم ولا بد من تضحيات يا أخي، فليمت منا من يمت ليعيش منا من يعيش. نعم لكن بدون دماء. ونناشد أبناء الجيش وضباط الجيش المخلصين وشرفاء وأحرار الجيش، وحتى في الشرطة والدرك موجود هناك رجال، وحتى في جهاز المخابرات أنا أعرفهم موجود هناك رجال مخلصون. نحن أملنا في الله كبير، ثم في هؤلاء، بأن لا يقتلوا أبناء الشعب، بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم كفى، جاع من جاع وضاع من ضاع، وهبل من هبل وعمل من عمل، وقتل من قتل، وشرد في جنبات الأرض من شرد. نعم سي فؤاد من باتنا شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ولاية باتنا. أنتقل إلى السيدة فتيحة من الجزائر العاصمة، أو يقول للإخوة التقنيين السيدة صحراوي مريم. أخت مريم مرحبا بك، أنت على المباشر. أخت مريم تسمعينني؟ ألو أختي. مرحبا بك سيدتي. أنا معك أختي، أنا متحرم من جلول. أهلا تفضل. أنا نحكي كلام الجلول. نعم إيه. ولدي مفقود. أيوة ولدي مفقود، وداو لي وراني مريرة منو، والساعة اللي داو لي ركبني الحم. الساعة اللي داو لي ولدي ركبني الحم وراني ميزة، أنا حوش وروح لي ويرا. شكون داهلك سيداتي؟ شكون داهلك؟ الدواء داهل الحكومة، ونعرف اللي داهل شكون. نعم. واللي مسافتوه ركبني الجر، أنا غير وروح لي ما إلى هو قبره وروح لي، وإلى هو حي وروح لي. نعم. جيتك نجح جي ربي وريه. راني من ربع عمري دايرة مسيرة ولدي. نعم. واللي داهلي سراك. ربي يكون معك سيدتي، دعاء إن شاء الله لك ولكل أم فقدت ابنها، إن شاء الله أنه تعثر عليه، وأن يجمع الله شملكم إن شاء الله وشمل كل الجزائريين الذين يعانون من مثل ما تعانيه أختي الفاضلة. كانت هذه آخر مداخلة لنا في حصة الجزائر تسمعك لهذا اليوم، التي استقبلنا فيها مداخلات المواطنين حول تغطيتنا للأحداث التي شهدتها ولا زال تشهدها بعض ولايات الوطن، التي تشهد حراك وانتفاضة للشباب وللمواطنين، تنديدا بالظروف الاجتماعية المزرية التي يعيشها الجزائريين، وأيضا للدعوة إلى إرساء دعائم دولة جديدة تكون مسنودة بالقانون والمؤسسات. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام حصتنا لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع السكنة كالي
قال شي ماشي قادر تقول لي يروح. بلاد العدل انا يمول حقره قايمه.